إن المعهد الدولي معبوده الله العلي شريعته من النبي منهجه من أهل السنة قامت وزارة الأوقاف في إحداثه المكافي في بلاد الشام فاكتفي الحق فيها غير خفي تعليم العلوم الشرعية أهدافه العربية إمداد العلماء والدعاء المخلصين لوجه الله إن المعهد الدولي معبوده الله العلي شريعته من النبي منهجه من أهل السنة فيه القاعات دراسية والملاعب والمكتبة والمطعم والحديقة والمنامات الداخلية اجتنبوا آية الطلاب عن صغار كبار الذنب تأدبوا مثل الحبيب لا تفتخروا بالنسب إن المعهد الدولي معبوده الله العلي شريعته من النبي منهجه من أهل السنة وواجب شكرنا هنا من أكل وشرب مجانا ونيل علم الله ربنا نعمل أعمال الغنى يكفينا شيخ بدر الدين في القدوة من العيون ربي اجعله في السكون سال ذكيرا في اللسان إن المعهد الدولي معبوده الله العلي شريعته من النبي منهجه من أهل السنة أنت حياتي وروحي نورت عقلي وقلبي بك أعلم علم شرعي للبلغة في آخرتي عسى مستمرا بالدين في كل الحال والزمان مستمدا بالقرآن والحديث نور إيمان إن المعهد الدولي معبوده الله العلي شريعته من النبي منهجه من أهل السنة.